عليكم السلام. أعياد المضت طبعا الواحد بيكون جاهز لها ومستقبل العيد بكل فرائحية وبيواصل جيران وبيعيش يعني العيد السعيد ده بيعيشه بمعناه. لكن حسي والله نحن بنعيش العيد ده كشعيرة دينية لكن ما عندنا إحساس بتاع فرحة كبيرة كده. العيد ده ونحن طبعا والله يا هو كئيبين جدا والله في الغربة وكئيبين عنكم. تعرف فاطمة دايرة نتكلم معاك هلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين كده. ربنا كده يرفع علينا البلاوي والمفقودين، ربنا كده يجمعوا لنا بخير. هو السنة دي خيتو صعبة علينا شديد لكن بس ربنا يفرجها. والله العيد دي صعبة معانا لكن الظروف برضو معانا صعبة، بس خيتو ربنا كده يفرج لنا كده ان شاء الله. والله بس فاقدين والله ناس عزيزين علينا، راحوا المرحومين والفاقدين برضو ما قدرنا نجمعهم كده، لكن خيط ربنا يجمعنا كده بخير. جلابتين مع بعض. مصحى الأسئلة زمان الناس كانوا بيصلوا لحد الشارع يكون مليان ومصلي في الفسحات. الناس طبعا بقت تخاف من الضريب والهناشة كده، الناس بقت ما زي زمان. بقينا نصلي في الجوامع، السنة دي الصلاة في الجامع، يعني السنة اللي فاتت كان في الفسحة والدورة دي في الجامع. كل الأهل في جميع رواد السودان ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء من البلاد والناس ترجع. الغربة شوية صعبة بالنسبة للشعب، وربنا يهدي النفوس ويطيب الأخلاق إن شاء الله والناس ترجع لبلدها. فالحرب ما حبابة، والله الحرب ما حبابة، ونقول سلام سلام وألف سلام. ربنا يحقق الأمن والمستقبل في البلاد. واجهنا لي طبعا بكمية هائلة من الرصاص، حتى في إصابات تقريبا في معسكر أبو شوك، لكن نتمنى إنه ربنا كده يديم السلام والاستقرار والأمن في السودان، ونتمنى إنه الأعياد الجاية ما تكون زي العيد بتاع الليلة. وحقيقة أنا مما جيت يوم علوم عندي يومين نزحنا من أبسينيت فلاتة ما فضل ولا فردي، عدتنا ذات تلاد وحاجة بشكل ده، اتغارجنا بكوارو بكرعيننا وبحاجاتنا، وللآن هجتتنا موجود هناك. قاعدين نعاني من ولادة الحرب منذ 2003، حتى الآن قاعدين في المعسكرات بتاعت نزوح، حتى الحرب الأخيرة بتاعت 2023 دخلت جوت الأمور، لكن الحمد لله والشعب السوداني الآن كله يصرخ معاني مع الحرب. دي أول مرة تقريبا نعيش إحساس الحرب، ونعيش إحساس إنه إحنا برا بيوتنا ما حصل طلعنا، وقضينا مدة أو مشينا لولايات أو قعدنا فترة كده بعيدين عن أهلنا وأحبابنا زي المرة دي، والتجربة كانت قاسية جدا لأنه قبل كده نهاية ما عشناها. فمجرد ما قامت الحرب إحنا قلنا أسبوع أسبوعين والحال يرجع زي ما هو، لكن الحكاية استمرت. العيد ده إحنا حاولنا بقدر الإمكان إنه نعيش الفرحة، إنه نمرر، إحنا بنتجاوز لكن أساسا ما حنقدر نعيش نفس الفرحة في بيتنا مع أهلنا مع جيراننا في حلتنا. السنة دي أنا ذات نفسي يعني كده ما كنت مستعدة نفسيا إني أعيد أو يعني حاجة نفسية كده ما مستعدة للعيد ده. ف ياهو عملنا حاجة رمزية كده، جبنا لنا حاجات بسيطة، جبنا شيالة وجبنا حاجات، جبنا حلاوة وجبنا بلح، عيدنا بالبسيط. احنا عندنا مرقين من الصلاة، يعني الناس يعني نفسها كده ما في الصلاة وقهرانين،
وما زي زمان، لكن الحمد لله والسوق يعني الناس دخلت والناس اخذت والناس عملت واي شيء عملوا، لكن طبعا الناس نفوسها ما رضيانه وقلوبها مكسوره والحمد لله يعني متاثرين. وي حر علي شديد وما اعرف انا اسوي شنو، حتى اشوفها قاعدين يقولوا ماما بكره العيد، ما اعرف انا اقول لهم شنو، انا ما شغاله، وحتى المنظمات برضو يدونا لكن برضو ما قاعد يكفينا، حتى ان دول الصغير وضحوا عمر 3 سنة ونص قاعد تقول لي ماما بكره عيد، الرجال جابوا لهم هدوم عندهم مسدسات، انا لسه ما حلقوني، لكن بالمناسبه خالو وضعها لقوه جابوا قاعد يقول ماما انا داري بنطلون وقميص، انا اجيب له بنطلون وقميص ده من وين؟ العيد في العسكر طبعا إلا ناس الأسرة والناس تتعرفت العيد بتعيد بالتانس والثانية، تتذكر ناس أصحابي وأصدقائي والتاني مع الجيران وعرفت الله، تتذكر كلهم اتفارقت كتير، إلا تاني تمشي تروح وتسأل تزور الأهل وترجع والثانية يبدا ما بطل هاي تعالت العافية بس عايزين الحمد لله. أنا فقدت ولدي وأختي عزيز علي محمد هارون محمد بشر وأبوه ربنا يرحمه ويتقبله، وما أعرف إن ده أخوي شقيق علي خيتو عزيز علي في الخرطوم، حتى الآن ما عرفت اتجاهه وين، حتى تلفوناته مقفلة لو شهر كاملة ما عارفين عليه وشنو، خيتو ربنا كده يجمعنا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ربنا كده يرجينا بالسلامة السودان. يعني للسودان يعني انه الناس ترجع والحرب يروح مننا والنفوس تبقى طيبة، وربنا يدي الناس العافية ويطول في أيامهم، ويعني أعيادنا زي ما أعيادنا يعني ما عندنا أي حاجة يعني، لكن إن شاء الله الناس تبقى طيبة والناس نفوسها ترجع والناس المتأثرة كلها ترجع بلدها إن شاء الله، والناس تبقى طيبة وتأمين ولأمين يا رب العالمين. ونهني الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن البلاد والعباد الكرب والغم الذي حلت به، ونسأل الله أن يعيد لنا البلاد والأوطان وأن يعيدنا سالمين غانمين، ونسأل الله أن يخمد نيران الحرب. أتمنى أن البلد دي يعني للسنة الجاية تكون في أمن وأمان ويكون في استقرار، والبلد تستقر عامة والناس تكون يعني رجعت بيوتها، ونتمنى أن الحياة تكون أرحب من الفترة اللي.